عسلامة، مرحبا بكم الكل في برنامجكم هوني من بوسطن من التونيجيان امريكان يونغ بروفيشنالز ريتريت. هوني الكونفرنس مازالت كي وفات عندها ثواني هاك تسمع برشا حس بعدين برشا عباد احنا في قلب الريتريت. حاضر معنا سيد فريد عباس سي او نتاع سيت كار، برشا يعرفوا مؤسسه تصنع في البوس، ايضا تعرفوه على راس ستارويل وعديد عديد الانشطه الاقتصاديه، وخاصه اليوم تشيرمان ان توكا التايف تونيجيان امريكان انتربرايز فاند، تنحكيو عليه بعد شويه شنو اللي يعمل. مرحبا بك سي فريد. مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا. هوني في فما لي جينيراسيون الكل في الريتريت، دونك فما برشا يتذكروا لا جلواغ نتاع سي فريد عباس في الفترة اللي ترأس فيها النادي الافريقي، قاعدوا يحكيوا لك برشا على الكورة. لين الامريكان قالوا شنو الحكاية. وزيد على هذا حضرت الصباح على مقابلة نتاع كورة وجماعة لابسين المراون نتاع النادي الافريقي. اي جوستومون دونك لا وعملوا حتى بتيتواج معناتها حكاوا فسروا الامريكان كيفاش ترأست انت في فتره وجيزه نادي الافريقي وكان عندك تتويجات برشا في الكوره وفي الهوند وفي الفولي. مي بون بلاش نحكي اللي كانت معايا مش بيان سور غير بيان سور بالطبيعه وجوانات والكل. بون بلاش نحكي كوره احنا توا، مي الكوره فرضت نفسها وانا في الريتريت. سي فريد عباس، اليوم الجاليه لا دياسبورا، انت كنت منهم، انت قبل قريت هوني في امريكا. فوالا جوستومون كيفاش تشوف لونجاجمون، خاطر هذا المحور الاساسي نتاع اللقاء هذايا، كيفاش الدياسبورا تنجم تبني ساعة الكوميونيتي نتاعها هوني، كيفاش يتلموا ويكونوا اقوى مع بعضهم، وكيفاش ينجموا يعاونوا بلادهم. شكرا على السؤال. الخاصيه نتاع التايب وان هي تنجم تجمع يعني التوانسه اللي عايشين في امريكا، وهذه الجالية هذه عندها خاصية بأنها متكونة أغلبيتها متكونة من نخبة يعني في الميادين اليوم مشهورين الكل، عكس اللي برشا جاليات اللي هما أكبر بكثير من الجالية التونسية لكن النسبة النخب متاعها أصغر برشا. والدور متاع طيب دور جبار، والمجهود اللي قاموا به المؤسسين بما فيهم محمد ملوش والأعضاء اللي معاه، يعني حقيقة طلب يعني مجهود جبار، وهذا مبني على ايش؟ مبني على فما كلمة معروفة تويكم مستعملة برشا هي لا كونكتيفيتي، لا كونكتيفيتي، كونكسيون، كونستروير دي ريزو، لا ريوسيت، على لا باز دو لا ريوسيت، il y a la création des réseaux, la constitution et l'entretien de ces réseaux. Et ça, c'est le rôle que va jouer Type et que continue à jouer. Et nous avons pris l'engagement au cours de cette retraite de dynamiser l'action de Type en lui donnant plus de visibilité et en accent sur la connectivité que ces gens qui sont aux États-Unis proches des centres de recherche, des centres de la technologie peuvent apporter aux efforts que les dirigeants de Type font déjà. مهم ياسر اللي كنت تقول فيه من الافكار اللي رجعوا وانت بيدك كنت قدمتهم، خاطرك تكلمت هوني فما موضوع المنتورشيب معناتها كيفاش التأطير ينجم يصير، والمنتورشيب كانت فما ليندا سولومون معاك في اللي هي معروفه كانت في دلوات وكل في وقت وجيز على ديفلوبي ديفيزيون كامله في دلوات وصلتها من صفر لل 1.5 مليار دولار. قالت حكيت على المنتورينج الي انتر جينيراسيونيل، معناتها اليوم مش حكايه فما دي جينيراسيون الاخرانيين اللي حاجتهم منتورينغ الاعمار الكل الساعة في التقديم وفي التقبل، وايضا معناتها اهميته معناتها باش تبني اولا اون كوميونيتي، مي زاده الكوميونيتي نتاع خبراء كيما هكا نشوف فيهم هم مازالوا قدامنا اللي نخزر له معناتها نتذكر الحكايه نتاعو اللي في امازون اللي نحكيو عباد في بي وكل معناتها في مسؤوليات كبيره، كيفاش ينجموا يرجعوا لبلادهم. بالضبط دونك كيما تفضلت يعني لو رول دو سي منتور ان فيت دو منتورينغ لو منتورينغ. C'est la conjonction en fait de l'ambition de générations jeunes et de générations qui ont déjà assuré leur parcours et la réussite. Donc c'est cette, la conjonction de ces d'une ambition. Mais tu as vu une étape où il y a parcours, il y a des échecs, ou Abed mais c'est le début. Et assurer le mentoring. Le mentoring c'est une un dévouement des générations qui sont aujourd'hui. Je ne dis pas à la fin de leur parcours, parce qu'il n'y a pas de fin de parcours. Quand on est entrepreneur, on vit jusqu'à la fin de ses jours avec l'esprit d'entreprise. Mais un devoir, je dirais, de restitution envers les générations nouvelles.
لازم نكونوا واعيين ولنا عندنا التزام بالنسبه للاجيال هذه، مش نرجعوا للاجيال وللمجتمع نتاعنا نسبه من الخبره نتاعنا والتجارب نتاعنا. ما تمشيش التجارب هذه حرام بعد ما يمشي يعني باعث كبير ولا انسان اللي عنده نتائج في حياته المهنيه يعني تضيع على المجتمع. هذا يعني من العقليات اللي لازم نزرعوها اليوم، مش الخبره هذه والتجارب هذه تتعدى من جيل الى جيل اخر. واضح. سي فريد عباس، فما الفكره الاخرى نتاع الاستثمار، انت بنفسك كنت قريت هنا روحت تونس عملت مشروع، هذه هي الفكره معناتها. فما يجيو لتونس باش يعملوا مشاريع والا يستثمروا، فما دي بيزنس ايجل كيما رمزي تو تسمعوه الى اخره. دونك اليوم الفكره زاد هذه نتاع الجيل يل بيتر انجاجي فيا لانفستيسمون عن طريق الاستثمار في تونس. بالطبيعه. دونك طريقه شنو هو اللي ضافه؟ او سماح فريد، او يكونوا سفراء. نعم. او يكونوا سفراء. نعم. في الشركات نتاعهم لبلادنا، مثلا كيما امير بن قاسم اللي وراء استثمار كبير باش يصير ينطلق السيف هذايا نتاع 100 مليون دولار. بالضبط. بالضبط. دونك يعني هذه ظاهره يعني مشجعه الناس اللي ولو عايشين برا ديما يخموا مش يبعثوا مشاريع في تونس، رغم اللي يعني المحيط بصفه عامه يختلف على المحيط الامريكي ولا محيط اخر، لانه عنده خاصياته واللي عنده صعوبات فيه واللي عنده، ولكن نفس الوقت فما زاد فرص عديده موجوده في الاقتصاد التونسي ولازم تمكنوا منهم. ما لازمش يعني الناس كيفاش نقولوا يفشلوا امام العوائق ولا العطائل ولا الاجراءات الاداريه اللي محلها اللي هي ما حقاش تكون موجوده في الميادين كما الميادين كنا نتحدثوا عليهم. يعني الناس ما يعرفوش الاجراءات والوقت والناس يعني قيمه الوقت في اخذ القرار هي اساسيه. يعني اذا حاجه علمتنا التكنولوجيا وان لا نوسيون دو تان اشانجي، يعني هذا يقول لي غدوه ارجع لي وبعد غدوه. لي جون فيف دون انستانتانيتي، يعني كي ناخذ قرار نحب نجم ننفذه في وقت وجيز، إذا ما نفذتوش من هنا البرنامج اللي نحب نأسسه يعني ضاع البرنامج. فما 10 ناس 10 أشخاص أخرى قادرين يعملوا المشروع هذا. دونك هذا هو شنو التغييرات. أخذ القرار موضوع الوقت ما أخذ القرار. هذا من الحاجات اللي في المحيط بتاعنا لازم الناس كل يعني تتجند مش نغيروا الضغوطات هذوما والعوائق هذوما. اخر سؤال او قبل الاخر، خاطر بعد خلي لك سؤال حاولنا نسالوه البرشا من ضيوفنا، ولكن السؤال على التايف تونيجن امريكان انتربرايز فاند. تايف شنو هو دورها؟ شنو هي تعمل؟ تايف هو صندوق ستافون مولدته امريكا، قرار من الرئيس اوباما بعد الثوره قال مش نسجعوا يعني الجيل الجديد هذايا، نحطوا على ذمته 100 مليون دولار ونطلبوا من الصندوق هذاك يشجع الباعثين الشبان مش يأسوا مشاريع، واحنا نحضنوهم زادا مش نمدوا لهم الاموال برك، نتروهم ونجيبوا لهم الخبراء ونجيبوا لهم الكفاءات مش يعاونوهم مش ينجحوا في المشاريع نتاعهم. وقمنا يعني باستثمارات عديده في مجالات مختلفه وبنسبه نجاح كبيره والحمد لله. واليوم يعني بنقولوا 100 مليون دولار هذوما وقع استثمارهم، ولكن ديما فما امكانيات نتاع تجديد نتاع توسيع نتاع النشاط تونيجن امريكان فاند. هذا موجه يعني للتوانسه اللي موجودين في تونس، ولكن زاد كما تفضلت المديره العامه نتاعنا كي تكلمت سابقا، يعني الاموال هذا زاد على ذمه الباعثين التوانسه اللي عايشين في امريكا. يعني ما نفرقوش تونسي في تونس ولا في امريكا ولا في بقوع اخرى، يعني عنده نفس الحظ باش ينجم يستغل هالاموال هذيا وهالعقليه اللي موجوده حول الصندوق هذايا اللي يحضن الباعث. مهم ياسر الدور اللي تقوم به تايف. دونك كيفاش سي فريد، معناتها فما اي مؤسسه تنجم، معناتها شو لي كريتير في لي كريتير؟ الانسان اللي عنده فكره، هي ديما مشروع يبدا فكرة يعني واقعية اللي حولها فما طلبية فما سوق، الباعث هذا يكون متمكن من خاصيات السوق مثلا،
يكون قادر مش يحضر بزنس بلان. بزنس بلان يلزم يدافع على البزنس بلان، يلزم يكون مقتنع هو بكيفاش الصندوق هذا يمولو، يلزم اول واحد يكون مقتنع هو، ويلزم بعد هو يقتنع المسؤولين في الصندوق هذا مش يمولو. دونك هذه المرحله الاولى، وهذه خاصيه. الخاصيه الثانيه اللي نجموا ننصحوا بها الشبان اللي يحبوا يقوموا بمشاريع، يلزموا يكونوا متمكنين بالميدان اللي يحبوا يبعثوا فيه. يعني الانسان ما يدخلش في اي ميدان هكاك والله نحب نستثمر مش ندخل ميدان، لازم تكون عنده معرفه ويكون عنده معارف يعني في الميدان هذول اللي مكنوه مش يوفروا له شروط النجاح. في الختام سي فريد، سي فريد عباس، نذكر مستمعينا شنوما ثلاثه حاجات، هذا السؤال اللي سالته لاغلب ضيوفنا، ثلاثه حاجات اللي خلاو الشخص هذا واقف قدامي اليوم سي فريد عباس في في, في النجاح اللي خلط له مهما كان، والنجاحات ان شاء الله اللي ما زلت باش تحققهم، شنوما هكا اوترومون دي شنوما نصائحك للعباد، شنوما ثلاثه ميزات؟ وزاد نحب نعرف شنو هي الغلطه اللي ممكن غلطة، بتدخ ماكش تحكينا على غلطة غلطة، مش نية الغلطة اللي نتفاداوها اللي تنصح العباد يبعدوا عليها، حاجة ما لازمش يتيحوا فيها. واضح. دونك تخوى تخوى كيسيون ان اون كيسيون. دونك في التجربة متاعي ديما دخلت ميادين ما عادش سول الحظ ولا حسن الحظ، دخلت في ميادين اللي ما كانش فما باعثين قبل دخلوا لهم. مثلا توزيع النفط، شركات توزيع النفط، فما كان وقت دخلت الميدان كان فما كان شركات اجنبيه، وكان صعيب كل الصعب يعني مش الانسان يتحصل على رخصه، من رخصه اداريه يعني. الحل اللي لقيته مش دخلت الميدان هذا، شريت نسبه من راس المال تاع شركه موجوده، ومن بعد شريت كملت راس المال وليت مالك المؤسسه انا وعائلتي واخواتي. دونك هذه الطريقه اللي لقيتها. وفي نفس الشيء يعني في الاستكشاف، استكشاف النفط طلبت على سنوات عديده ونطلب في رخص لمنح رقعه تاع استكشاف. الرد كان وقتها ديما ميدان هذا ما تعرفوش شم جايبك ليه، ونسبه المخاطره كبيره والشركات اللي موجوده عندها. قلت هذا مش عندي انا طموح مش نخاطر في الميدان هذا. دونك لقيت البيبان مغلقه لسنوات عديده. نفس الشيء لقيت شركة أمريكانية وقتها ماراثون، مشيت لها قعدت نحكي بالمسؤولين نتاعها، خليه شنو طالب انا؟ قلت باش ناخذ نسبة من راس المال نتاعك ونقوم انا بالاستكشاف مقابل الموافقة هذيا. كان عندهم التزامات على استكشاف تاع عدد ابار، قلت انا ناخذ نسبة من عدد الابار هذيا ونقوم بهم على المخاطرة نتاعي، مقابلها نولي مالك نسبة من الرخصة. وهكا فين دخلت؟ ما دخلتش بالموافقة نتاع الإدارة. فهذوما من الأمثلة اللي نذكرهم، عديد أمثلة أخرى يعني في ميادين اللي ما كانوش في وقتها يعني مفتوح للقطاع الخاص، واللي دخلت كي سكروا لي الباب دخلت من الشباك. هذا هو هذا هو. أما كان لازم يكون عندك إمكانيات زادة. والله الإمكانيات تجيب ديما نرجع تايف ونرجع لموضوع الفلوس، عم نقول لك العظمة والدجاجة. صحيح، لكن عندك فلوس. كي تقنع يعني كي تكون مقنع أنت بالمشروع وبالأفكار نتاعك، الفلوس تجي. الفلوس تجي. الرجال يكونوا الفلوس، الفلوس ما يكونوش رجال. باهي، رجال ونساء بيان سور. نساء الأولانيين زعما. نساء الأولانيين. يعني عاد كان عندنا مثل اليوحوني حاضر معنا. توتافي توتافي، أي شهرة سيم سليم سمعناها. سي فريد، دونك ثلاثة حاجات بوتيتر اللي يخليو ثلاثة حاجات اللي يخليو الشخص واقف اوترومون دي مش لا روسيت دو سوكسي، مي شوما ثلاثة حاجات اللي بالنسبة ليك ميزات لازم يتوفروا في شخص. ناش مثلا سمعنا مختلف أجوبة من ضيوفنا، لا بيرسيفيرونس، الصومو، دي الآخر، ناش شنوما زوج ثلاثة حاجات، شكون حاجة اثنين ثلاثة؟ طموح، لامبيسيون. اسمع عبد عنده طموح. علاش لامبيسيون؟ نقول خاطر كي ما عندكش طموح ما تنجمش تتحمل الضغوطات والصعوبات اللي مش تتعرض لهم. كل مشروع فيه صعوبات، فماش مشروع ما نعرفش انا في خبر تجربتي الخاصه، ما فماش مشروع قمت به ما فيهش صعوبات وانعكاسات وقلق كبير. دونك شنو اللي نجم كيفاش يقولوها يعطي الجهد الكافي للانسان؟ هو الطموح بتاعه، هذه الحاجه الاولانيه. ثانيا لازم يكون يعني يكون متمكن بالخاصيات المشروع نتاعو، ما يلزمش يخلي دي شوز هكا ادومي اناليزي، يفوكس اون اناليزي، ما يخليش حاجات للحظ يلزم هو يكون متمكن من هذا.
وثالثا فما حاجه زاد هامك البخت. ثاني واحد يقولنا تامن معناتها اللي لازم زهر بالطبيعه، فما بخت فما زهر فما حظ وفما بخت، هذا ويمكن هذا ما يجيو كما يقولوا بعض الناس يقولوا لا ريوسيت سي لا رونكونتر دون لا رونكونتر دون دان ايفينمون اي دون امبيسيون. هذا البخت سامبل سا، اذا ما عندكش ظرف معين في فما امكانيه نتاع مشروع انت ما تكونش عندك لامبيسيون يضيع عليك. Donc je crois que ce sont les composants fondamentaux de la démarche. وحاجه لازم نتفاداوها، ان بياج، غلطه، حاجه نتفاداوها. ممكن انت تعلمتها بالغالي وفرصه انت تعلمتها بالغالي، فرصه باش عبيت تتعلمها بالرخيص. يقول لك ان مانجر اون دي برينسيبال ريسبونسابيل دان مانجر سي دو ريكروتي لي ميور اليمون، الانتداب احسن الكفاءات، احسن الكفاءات انتداب تكوينهم تكوينهم. دوك وين هوني وين الغلطه؟ كي العبد مثلا يحب ينتدب عباد ممكن مش في مستوى اقل كفاءه، خاطر لاسباب ماديه ولاسباب هذيك غلطه، على خاطر تضاف الجهود في مجموعه كان فما ناس ما عندهمش المستوى يعني يضعفوا المردوديه نتاع المجموعه. دونك هذا لما نبيعه يعني من الهفوات ارتكبتهم، على خاطر في بعض الاحيان ما احسنش الاختيار، ما احسنش في الاختيار نتاع الناس اللي خدموا معايا ولا المساعدين نتاعي. وفما حاجه زاده اللي خلاتني نتساءل في بعض الاحيان، وانه كي تنتدب ناس عندهم طموح وعندهم كفاءات، مازلت ما عندناش في العقليه نتاعنا لا نوسيون دو ماناجير في تونس. الغايه نتاعو الوحيده كيفاش مش اقل شيء اللي عملته. دونك il y a ce risque là qui existe et c'est légitime. الانسان طموح وعنده كفاءات، واحد يقول لك الشيء اللي قلق ساعات refaire la même chose que ce qu'il a appris chez son ancien entreprise dans son ancienne entreprise. Donc il faut être prudent dans la façon dont on distribue les responsabilités et la façon dont on encadre son personnel et ses collaborateurs. لازم نكونوا حذرين في هذا. يعطيك الصحة سي فريد عباس، شكرا لتفاعلك معنا هوني في بوسطن. شكرا على الدعوة. يعطيك الصحة. حقا كان اجتماع يعني ثري جدا. ثري جدا. ان شاء الله نتقابلوا في لقاءات أخرى ثرية وتنفع بلادنا. ان شاء الله. شكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا لك. كان هذا السيد فريد عباس في ربط مباشر من بوسطن بمناسبة الريتريت نتاع تونيجيان أمريكان يونغ بروفيشنالز، الجمعية اللي تجمع الخبرات والكفاءات التونسية بالولايات المتحدة الأمريكية وبكندا. وقعدوا معنا راجعين.